اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم، الفيديو المنتظر اللي هو جوله في غرفه رزا. بزاف بزاف طلبوا هذه الجوله. اليوم لبيت لكم طلباتكم. قبل ما نروحوا الجوله ديتكم معايا العرس، هو عرس اخت ام محمد صديقتي الغاليه الوفيه. شوفوا انا رحت بعد المغرب، بعد اذان المغرب باش رحت، لانه كنت عيانه وكنت مشغوله في ذاك النهار وما نقدرش ما نروحش. ورحت تعرفوا بعبيتي بخيماري بروبتي متاع الدار، زدت غير كما نقولوا درت مكياج عند الحفيفه حسنه بيان ستيكي هكذا باش ما نروحش بوجهي صفر، ورحت تعشيت فقط وقعدت شويه شيخت معاهم درت الواجب وروحت. هنا فوتوغراف وسيرفيس ليلى المريخي، مكتب صابرينيل، هنا طاوله القهوه والديكور وكل شيء راهو تاع دنيا ايمان، صفحتها بالفرنسي دنيا ايمان. هذو الحلويات اكيد تاع التقديمات، سواء تاع القهوه سواء تاع العلب سواء تاع الحنه، كل شيء تاع المبدعه ام محمد، ميم لي طونش تاع الباتيسري في اللي قدموه في الحنه تاع وانيسان بوقازولا. المهم هذو الحوايج اللي حضرت لهم. هنا هذو حلويات الحنه تاع ام محمد، شوف ذوق وشكل وديكور. وزاد عرس خوتها هذيك هي تهلات بزياده، العروس ما شاء الله عليها جات بوبيه ربي يهنيها ان شاء الله. هذا مكان، هذا مقتطفات خفيفه فقط صورتهم لكم، نتمنى يعجبكم وربي يهنيها ان شاء الله بزين السعد وربي يرزقها الذريه الصالحه ان شاء الله. سمحوا لي كي جيت بعد المغرب، لكن والله غير الله غالب سما شغل شديد القوي اللي تاع ما نقدرش ما نروحش. كنت نهار هذاك شارجي فوق الحق كما نقولوا، لكن لازم نوصل لازم نروح. هنهبط لكم قبل النساء، قلت نخطف لكم مقاطع تصوير فقط تاع العشاء. العشاء على بالكم في ولايه الصيف حنا عندنا الشوربه والبربوشه والسلطه، هذو حوايج اساسيه ضروريه، والباقي اكراميات. كاين اللي زيد كيما نقولوا طبق ثاني هنا، كيما هنا زادوا طبق ثاني زيتون، زادوا طاجين حلو ثاني درتو ام محمد روعه. قدموا في الاول اكيد شوربه فريك، سلطه، مشروبات، حميص، خبز كيما نقولوا عادي، هذو هما التقاليد يعني تاع اعراسنا. هذا الطبق الثاني زيتون، وهنا اكيد البربوشه حنا عندنا نقدموها ثاني مع الفاكهه، وقدموا قطعات اللحم هذا الاساسي تاع ولايه الصيف. هنا نصور لكم في العلب تاع الكاطو تاع الحنه، شوفوا الهايبرك جاء روعه، كاطو شكله بنه وذوق ورائحه يعني ما شاء الله هايل، يعطيك الصحه ام محمد. شوفوا يهبل يهبل الكاطو. دوكا نروحوا الفواصل اعلاميه واشهاريه ودعم اصحاب مهن، نروحوا لجروب شيف عامر. الجروب شيف عامر هذا تاع طباخ يعني، عنده جروب كامل يتنقل يخدم لكم العرايس الولائم الحفلات الطهاره، اي وحده عندها عشاء يعني تسحقوا تلقاه يخدموا من الدواره وروح كيما نقولوا يخدموا. هو اصلا شيف تاع مردوم، هو في الاصل يعني هذا الشيف عامر الشيف تاع مردوم في مطعم يعني. هذو صفحتهم فيسبوك، هذه خدمتهم، يخدم لكم الاطباق التقليديه والعصريه، سما الشوربه والبربوشه والطبق الثاني وهكذا سلايط، هذو اساسيات. ويخدم لكم كما راكم حابين الديكور، ويتنقل في كل البلديات ويتنقل في الولايات تاع الشرق كامل به بليكيب تاعو، حتى اللي ما عندهمش الماعن الكبار تاع النصيب ولا ذاك راهم عندهم. المهم راهم موفر لكم كلش، ماكلتو بنينه، اسعار مليحه، راهم داير لكم يعني عروض خاصه اللي يجيو من عندي من قناتي يعني. نتمنى له التوفيق ليه ولكل ليكيب اللي راه معاه، ونتمنى التوفيق اي واحد يخدم بالحلال. وماكلتو راهي عسل عسل يا البنات يعني بنه على بنه. هذو كامل الصور راهم منقولين يعني من صفحته، لكن كنت تدخلوا صفحته في فيسبوك جروب شيف عامر احسن، لانه صفحته يدير لي لايف كل يوم في العرس. سما لي لايف هذوك انا ما قدرتش نحطهم لكم هنا، لكن نتوما تقدروا تدخلوا وتتعرفوا على الطبخ تاعو. يخدم لكم كيما نقولوا ثاني المفور، المشوي، اي حاجه حابينها، اي طبق في العرس حابين يكون راح يكون حاضر. شوفوا التقديمات تاعو، يدير لكم الديكور ثاني كيما راكم حابين، الرولي، البربوشه، الشوربه، يخدم كلش هو وليكيب تاعو. ثم عليكم تجيبوا ليكيب تاع شيف عامر وهو خليه يدبر راسه. قلت لكم راهو يتنقل لكل الولايات الشرقيه القريبه يعني منا وكل بلديات الصيف به بليكيب تاعو. وانتم واش حابين تقدروا تقولوا له جيب لماعن ما تجيبش، درنا هذيك درنا هذيك، والاسعار تختلف. كي تعود شوربه وبربوشه وسلطه سعره، كيعودوا فيها لي بلازي، وكيعود فيها المردوم زي، وكيعود فيها المشاوي زي. المهم هذه التفاصيل راح نخليها لكم يعني تواصلوا معاه هو، راح نخلي لكم رقم الهاتف تاع الجروب تاعهم اللي حب يستفسر على السعر وقداش يطبخ وكيفاش يخدم. المهم خدمه بنينه ونظافه وجوده، بالتوفيق ليكيب كامل. ديما قلت لكم هذو راهم الصور تاع خدمت، شوفوا طاجين حلو هذا يشهي شهي بلي بابا ما شاء الله، شكله مغري جدا. سما يدير لكم تقديمات كيما تحبوا، تحبوا التقديمات التقليديه، تحبوا التقديمات العصريه كيما تحبوا. سما قال لك ندير خاطر اهل العرس اللي عندها حفله، اللي عندها عشاء، اللي عندها غير دواره برك حابه دير كيما نقولوا عرس خفيف ولا عشاء خفيف قبل العرس، يدير لكم كل شيء.
اللي عندها مناسبة تتواصل معه وتخلي الباقي عليه. صفحتهم فيسبوك جروب شيف عمر، راح نخلي لكم رقم الهاتف في الشاشة، وراح نخلي لكم صفحتهم ورقم الهاتف راح تلقوه في صندوق الوصف. هذا رقم الهاتف تاعهم جروب شيف عمر، لاباج تاعهم فيسبوك هذه هي. ادخلوا تبعوا لي لايف تاعهم يوميا كي يعودوا في الاعراس ولا كي يتنقلوا راهم يصوروا لكم. دوكا نروحوا لغرفه رزان، شوفوا نحكي لكم ديشا ديشا ومن بعد نخليكم على الفيديو طول تشوفوا الفينال. هذه الغرفه كانت ما كانش اصلا ماشي غرفه وديكوريناها، غرفه خلقناها، هو كان شغل صالو كبير ال هكذا وقصيت منه غرفه صغيره رزان. ثم خلقنا الباب، ركبنا الباب، بنترنا، درنا كلش. ومن بعد حبيت نشري بالحاجه الخزانه، حبيت حاجه شغل تاع عمر كبيره مسقمه، رحت للصالونات التركيه ثم طلعتها ما شريتهاش واجده. الصالونات التركيه اللي فاتها اون فاس حرقاس سعيد، خدم لي وحده كيما هكذا في البلون بالرايه، راح نشوفوها في الاجزاء الثانيه ان شاء الله. نعسلكم بيسكو اليوم وين شريت المنظمات تاع الخزانه، لكن راح نشوفوها ثاني. خدموها لي روعه، طوب، العلامه الكامله 10/10. حتى السعر كانت مناسبه جدا مع غالي الاسعار اللي رانا فيه. ثم السعر الثاني عجبني بالبزاف بارابول، كيما نقولوا السلعه والاخر داروها لي كيما حبيت هكذا زوج قجور. خيرتها في الابيض، قلت لهم اكسبوها لي مربعات صغيره، خليوا لي جهه طويله سبيسيال للسنتر، ركب لها زوج سنتر. المهم الفيديو القادم ان شاء الله راح نتفاهموا بالضبط كيفاش راني قصدي بزوج سنتر. السرير حبيت ستيل هذا تاع الاتراك، حبيت حاجه ما ديمونديرش وما حبيتش حاجه تاع بلاصه، قلت بلاصه ونص. حبيت ثاني شيل هالكرسي هذا تاع الارجوحه، شريته من فيسبوك والله ما شفتوش من باج. المهم حاطينه يبيعوا فيه، هذا هو الكرسي هكذا، ما تذكرتش نظن سعره 3 ملايين و100 ولا المهم في الحدود هذه لانه مش كبير بزاف. هنا كنا حنا نراقبوا ورق الحائط، يعني صورنا قدام الموديل لكن في النهايه ما ركبناش. دوك نفهمكم ليه. هنا ليستر شريت هذا النوع بالذات، شفت بزاف انواع شريت هذا النوع ليستر، شريته من عند الراطومي بلرا وجهت مدرسه 17 اكتوبر تكملوا مباشره لتحت. السعر تاعو نورمالمون 1350 في الحدود هذه، كاين ب 800، كاين ب 700، كاين مليون، مليون ونص، زوج ملايين، على حساب نتوما والموديل والستيل واللاد وكبير صغير، هذه امور ترجع لكم. سيرتو عند الراطومي يعني تلقاو انواع ليستر قوه يعني، وهما راهم يمبورتيهم سما بريمير ما سما السعر مليح. الكوادر كنت حابه هذا الموديل ستيل هذا، هزيت الصوره كيما راهي بعثتها لبسمة النصر قلت لها خرجي لي نفسهم، صراحه خرجتهم لي نفسهم. طابي هذا ثاني شتو يتباع فيسبوك في صفحه مكتوب رقمها ما نعرفهمش يعني نهائيا، شريته مباشره عليهم بالتوصيل وصلني. طابي كبير يعني متر وستين على مترتين ولا مانيش متذكره. المهم هذا الزربيه جيرفليكس ايضا شريناه من الكارطي هذاك تاع الفايونس، وثم اخترته انا وزوجي، كان ناقص جيرفليكس، خيرنا الموديل هذا ناقص بزاف بزاف لي شوا، ماشي هذا هو الموديل اللي كنا حابينه، لكن اضطرينا ما كانش سلعه ناقصه كما على بالكم. سرير طلعته عند مايار مايار فيسبوكها. الريدو حبيت ستيل هذا بالضبط، خدمت تقريبا نفسه عند ستائر زهره. الرادياتور تاع الغرفه كانت طويله بزاف مبشعه الغرفه، حبيت نغطيها هكذا بالفوركس، خدمت لها هكذا سيبور بالفوركس. دوك تشوفوه هذا مكان هنا الغرفه تاعها، طلع على بورت بالكون، ديرت لها الالعاب والقعده تاعها. الفيديوهات القادمه ان شاء الله تشوفوه. هذا الرادياتور قلت لكم لازم تغطى لانه جاتني كشغل بشعت لي الديكور. اكيد الباب والتاقه وكل شيء بنترناه في الابيض، بنترنا كل شيء. هذا الكرسي اللي خيرته كان في عده الوان يعني، والله ماني مذكره الصفحه تاعهم حتى في الصور مش مكتوبه، هذو الصور من الارشيف فقط جبتهم. المهم خيرت الموديل الاول اللي هو كومبلي جاي بلون هكذا، والقعده تاعو جايه افلير، وكيما لقيتو في الصور فيسبوك كيما وصلني. كوادر هكذا تاع ديكور كومونديتهم باش نديكوري بهم حاجه سامبل، هو الحيط ابيض يعني، شوف هذه الجداريه راهي بيضه هكذا، كومونديتهم بويض وقلت لها واش تكتب لي ولا لي موتيف برينسيس رزان منا من هي هكذا يجيو هكذا. دوك نركبهم بشكل عشوائي، نحب نركبهم هكذا بترتيب، نحب نخلطهم كيما نحب، المهم هما يجيو فوق السرير قد قد يجيب هكذا يعمروا الفراغ هذا. هادو كومونديتهم من عند بسمة ناصر، شوف ديما ديما بسمة ناصر حوايجها مليح ورخاص، البري تاعها ديما ديما اقل يعني من الجميع، البري تاعها ديما رمزي. قلت لها ديريهم لي خفيف باش مش شرط نفقوا بهم، سما مسمار خفيف برك يحكمهم منا. شوفوا كيفاش جاوا، تقدروا تكتبوا واش تحبوا، ديروا الالوان اللي تحبوا. انا كي عاد الطابي في هذه الباربي الراقصه هذه حبيت ندير نفس التيم فقط. ها دوك نركبهم في المكان هذا هكذا ونرجع لكم. هذا لي سيبور هكذا، شوفوا البنات هذا لي سيبور تاع الديكور، تقدروا تشريوه هكذا تاع
تاع طبقه واحده ويتباعوا تاع زوج ويتباعوا تاع ثلاثه. الاسعار نقول 150 170 200 مون في هذه الحدود يعني. ما ذكرتش انا شريت زوج تاع جهه واحده، كي نركبهم نعرفهم لكم كيفاش يجيو. هذو راهم كاينين عند الراتو ميبل، شوفوا هكذا يجيو فيهم زوج حبال يتعلقوا منهم. ديروا لهم برك ثقبه هكذا في الحيط وعلقوهم كيما تحبوا. كنا ثقب الحيط نعلقهم ونرجع لكم كيفاش جاو. وميم طون شوفوا الكوادر كيفاش جاو، راني نزلت مع البريكول يعني حاجه ساب، ما شتيتش حاجه شارجي يعني، حبيت حاجه ساب خلاص باش كي نكرا ولا نديكوتي ولا نحب نبدل، نبدل غير ديكوراسيون، نبدل الكوادر، نبدل الفيس، هادو ما نبقاش في تيم واحد، خصوصا انه هي صغيره تما ماشي راح تعرف، مش كيما خوها تجبرني على حاجه حبتها. وحوايج الديكور للتزيين مازلت ما شريتش يعني، شريت غير زوج حوايج ولا ثلاثه. هذا الجرس عجبني ما خلتنيش حتى رزان صورت، حاولت نلعب بهم نفتح لكم هذه تشوفوها. هذا الجرس هكذا برك شوف به ديكور عجبني، وهذا ترى رزان صورها برك هاتي وحده صور، وهذا هكذا الربع يجيك شغل الاب والام والبنت والابن كيما افراد العائله. وشريت هذه ثاني نبته هكذا تاع الديكور، صبروا نركبها نستيكيها، جايك شغل ستيل هكذا ارجوحه نعتلها ونعتلك. شوفوا ديجا رزاني هربتني بالمجسم، دوك نحيهم نعلقهم ونعتلكم تشوفوا كيفاش جاو. شوفوا البنات انا نحاول نذكر لكم كلش، بصح اي وحده عندها سؤال تخليه لي في التعليقات، يخي على بالكم ما نبخلكمش. السرير شوفوا خدمته عند ميار ميار فيسبوكها بالعربيه. شوفوا هذا سقامني 4 ملايين و700، بصح حديد من داخل حديد ماشي حطب، ومن داخل كوفر يسمى عندك وين تخبي القش. في الحطب ممكن يسقام لكم 3 ونص، ولا راهو بلاصه ونص ماشي بلاصه، سما درت واقيلا نسيت قداه العرض، المهم بلاصه ونص تاع بلاصه ونص. حبيتو قري قلت نبدل الفريش، نبدل ديكور، نبدل البابي تاع الحيط، السرير والخزانه يقعدوك شغل حاجه فيكسي اللي من ما نظلش نبدل فيها، ما كيما نقولوا ما ديموديش تقعد كيما راهي. هذا على خيرت ستيل هذا، مع انه الغرفه ما عجبتش زوجي، قال لي ما عجبتنيش، هو حب شغل ندير لها تاع البنات تاع الصغار ميني كيفاش يقولوا ماشا، ولا كش ما هكا شومبر نشريها كومبلي واجده ماشي بالحاجه، لكن انا حبيت هكذا بالحاجه باش ما نكراش. هذه هكذا منا طابل دو نوي كومونديت على سام سي سي بي، نورمالمون سعرها 600 تف والله ماني متاكده نورمالمون. المهم كومونديت عليها اختي من قبل في غرفه اختي اللي تشافوا الجولات كومونديت عليها. انا دوكا نروحوا للفريش، الفريش اللي طول كان الكتان هذا ناقص مقطوع، استنيتو حتى نجا اللي فيه هذا الفتات الراقصه باش يجي لي مع تسام هكذا كيف كيف. ديما خدمته للمبدعه اميره البوغوصه اللي فاتحه في سطيف يعني، لكن عندها توصيل تبعث الولايات تخدم خدمه بالطبع متقونه بزاف بزاف بزاف، وتحتها ألف سطر اتقان واتقان. عطيتها الموديل اللي نحوس وخلاص، ما نزيد لا نوصيها لا نهدر لا والو، القياسات وخلاص الباقي خدمتها. بالمناسبه اللي حاب يعني يتعلم عليها ولا ذاك راهي فتحت قناه جديده في اليوتيوب، راح نخلي لكم في صندوق الوصف تابعوها، راح نخلي لكم رقم الهاتف تاعها وصفحتها ثاني في صندوق الوصف، ابوني وعندها اللي حابه تخدم كوات ليها ولا لولادها ولا دراويت ولا حوايج ليكس ولا تاع عرايس. اميره ننصحكم بها وعينيكم مغمضين بيسكت فيني، ودارتها لي دوبل فاس. سما كي نكره الكوتي هذا منا الابيض اللي فيها الفتات الراقصه ندورها على الكوتي الاخر تاع القلوب. فينيسيون كواتها خدمت عندها من قبل زوج تاع رامي، شوفوا اغسل وقلب في الماشينه، ما تفزد لاوات، تتخيط لك لاوات، ما تكربع لاوات في تحت الكويت، ما والو، العلامه الكامله 10 على 10 شغل. كي تعود حاجه مليحه وحدها تجي تهدر على روحها، وحدها تجي دير الاشهار على روحها. اميره من الناس اللي كيما نقولوا علامه كامله. انا نعيط لها البوغوصة لانه الفيسبوك الخاص تاعها البوغوصة، لكن هي صفحتها راهي اميره. المهم راهي فتحت لكم قناه بالك تعلمكم اساسيات الخياطه، بالك تعلمكم الحوايج هذو اللي حابين يتعلموا، وتخدم ثاني الطرز تاع الفوطه تاع البرانس تاع اي حاجه تطرز، راهي وفرت يعني ماشينه تاع طرز. راح نخلي لكم قناتها في صندوق الوصف، ابوني فيها ودعموها وتستاهل يعني. شافوا جاو باهيين، جاو كيوتي هبلوا الكتان هذا كان ناقص، قلت لها نو ما نبدلوش نستناوه حتى ثاني يجي، ولينا استنينا حتى ندخل الكتان. هذه ثاني فيوزه هكذا من نوع مختلف، جايه هكا سبيسيال مخدومه سبيسيال كوموند، خدمتها عند الجوهره للديكور، قلت هذه اللي فيها الاسم والفتاه الراقصه وخلاص تمشي بلا بريز، ودرت لك شغل السحيب هو القطن هو هذا في الاصل يعني نشرح لكم، وجاي ديكور باهي جاي سخف يعني. بالنسبه للخزانه ما درت لكمش جوله فيها، مازلت ما درتش فيها اليوم، وين شريت المنظمات تاعها، نشري المنظمات ننظم القش نخبي قبل تاع الصيف ونجبد تاع الشتاء
وندير لكم ان شاء الله في الفيديو القادم تشوفوا كيفاش جات بالمنظمات، بويسك انا شتي المنظمات بزاف هذوك السلال، شغل ندور برك ونخبي مباشره تبقى ديما مفروزه. هذه الفيوزه تاع الجوهره للديكور جايه بالفوركس هكذا طابل دي نوي، قلت لكم تاع صام سلسبيل، وصام سلسبيل ثاني كومونديت عليها تاع الفوركس الكبير اللي غطيت به الرادياتير. الرادياتير كانت باش عاك شغل كي تدخلي تجيك رادياتير كبيره وفي نص في الشومبر هكذا شويه، حبيت نغطيها. ابار سا وشني اللي ما عجبنيش دوك نعت لكم، ما عجبنيش الحيط اللي بقى، الحيط الرابع دوك نعت لكم لحد الان ما كملناهاش. يعني انا في بالي يا اما نديرو لو بابي نغلفوه بالورق الحائط هذاك نوعيه مليحه، يا اما نديرو نعيط يعني للرسام هذاك عظيمي ديما نتعامل معاه طول طول ما نبدلوش، يعني لانه يفهم الفكره اللي تعطيها له، ممكن نعيط له يديرنا هكذا كيش فراشيت كيش فتيت هكذا رقصه صايرونه. المهم يبقاش الحيط باشع، دوك نعت لكم تفهموني. هنا الكوتي هذا سي بون شارجي، هذيك الفيوزه الطويله راهي قديمه ماشي جديده، تما حطيتها برك للاناره. الريدو قلت لكم عند ستائر زهره، تحبوا تطلقوه يولي ريدو، تحبوا تطلعوه كيما انا بالجنب، تحبوا تزيدوا تطلعوه مليح مليح يطلع ثاني. في ستائر زهره اللي ما يعرفش المحل راهو في بلعلة توال هانيليكس، توال بلدية توال هانيليكس، سينو كتبوا فيسبوك بالعربيه ستائر زهره دوك يجيكم، يخدموا كل انواع الريدوات. هذه الاكسسوار تاع البيانو شفتوه من قبل، نعت لكم نهار شريته في الروتينات، شريته على ليكس اكسسوار، راهو في سطيف محله ودير التوصيل بعثوا لي حتى لباب الدار. ليستر والديكور تاع الحيط وهذيك النبته الصغيره شريتهم على الراتو مابل. الماطله منين شريناها يا ربي، الماطله شريتها على واحد بولحيه نسيت اسم المحل تاعهم، راهو فاتح تول البومبا تاع ليسونس والاوتيل الريف، هو نفسه اللي شريت عليه اختي. اللي حابه يعني تعرف الكارت فيزيت تاعو ترجع الفيديو تاع الجوله في غرفه اختي تلقى كارت فيزيت تاعو، ثم كنت صورتها المره هذه ما عطانيش كارت فيزيت كي شرينا. اسعاره مليحه، يبيع جمله وديتاي وتلقي الاسعار قل من محلات للامانه. يعني الليستر خيرت لها حاجه ماشي كبيره بزاف بزاف، تحبي تشعلي غير فيوزات، تحبي تشعلي غير ليد، تحبي تشعليهم في زوج كيما تحبي. ومبر عن بعد ثاني ان شاء الله في الروتينات القادمه نعت لكم بورت بايكم كيفاش ندير لها فيه الالعاب وكيفاش ندارينو هكذا مساحه خاصه للولاد. في الصيف كنت نديرها في لابيسين فارغ، في غير لابيسين وبلاكار تاع حيط، كي نحيت لابيسين دوكا دوك نعت لكم في الشتاء ان شاء الله. ان شاء الله فقط نتوما دعموني، خليو لي تعليقات، كثروا لي ليجان باش انا نبقى ناشطه في الروتينات، خصوصا الناس اللي تشتي بزاف بزاف روتيناتي. هنا شوفوا هذا الكرسي تاع رزان نحطها فيك تعود حتى تفرج، كي تخلص تفرج لانه ما تقدرش تهبط وحدها تطيح، نديرت لها هذاك الجرس قدامها، كي تخلص تضغط على الجرس برك نفهمها بلي تحاول تهبط. ميم انا يعني نقعد فوقه عادي لانه يهز قنطار، فوق القنطار ما يهزش، ثم فوق القنطار لازم تشريو الكبار، والكبار انا شفناهم يعني انا وزوجي في الشارع يحكموا البلاصه، جاونا كبار بزاف، ثم هذا القطر تاعو من تحت نورمالمون 90 سنتيم ديجا، ثم هذا وشغل كبير يعني نورمالمون. ذكرت لكم كلش دوكا ما نكثرش عليكم الهضره، نخليكم على الجوله. بصفه عامه يعني كل شيء خرج كما كومونديتو صراحه، الخزانه كانت العلامه 10 على 10، صالونات تركيه، الفريش 10 على 10، الفوركس يعني كل شيء كان كما حبيت. انا حبيت ستيل هذا، واش قولوا لي واش رايكم، عجبتكم يعني كي جات سامبل ولا تحبوا شارجي؟ هذا هو الحيط اللي قلت لكم في غلاتيلي هكذا وخلاص، الحيط هذا ما على بالناش دوكا نديروه بابي ولا نديرو فيه رسومات خفيفه تاع رسام، والله ما مازال ما قرناش. المهم حاولوا تعاونوني بالافكاركم في التعليقات، ما خير رسمات خفيفه وفراشيت هكذا كيوت، سينو نغلفوه بالبابي خير، خفت نغلفو يجي شارجي، خفت نخليه هكذا جاني بيض كشغل صامت سامج ويخمجوه لولادي يضلوا يمسوا فيه، خصوصا انه مش بينتر لي بنتر، بنتر وحدي انا وزوجي، سماك شغل عقبنا برك بيضنا برك. الجيرفليكس ثاني ركبو زوجي وحده طبعا، انا وياه يد بيد البنات ماشي زوجي، انا وياه يد بيد. اللي حب يعرف الطريقه راهي كاينه في القناه، حطيتها لكم العام اللي فات، اكتبوا تغليف جيرفليكس تجارب روزا تخرج لكم. هذه هي الجوله كامله. هاي البنات مع بعض نروحوا لركن ندعم اصحاب الحرف، البوكس هذا وصلني من عند الماس للحلويات، نظن اسمها دوكا ولا معروف فيسبوكها بالعربيه الماس للحلويات. شوفوا اي خاطيها الميديا بزاف، ما تعرفش تبارطاجي بزاف، ما تشتيش هكا تركز بزاف، بصح مبدعه في مجالها. لي غوت الشيكولا المحشيه اللي يعني تعاملت معها وذقتها من قبل في خدمتها ما تيماجينيش واش مليح، تتقن 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 يعني على الصح، جديده وكما نقولوا ابداع جديد وافكار جديده راح تلقاها عند الماس الحلويات. شوفوا فقط البوكس تاعها راهي مغلفته من برا، هذه ديجا راهي شيكولا، هذه تما التغليف تاعها شوفوا
لمستها مبدعه يعني. انا كومونديت عليها الشيكولا في عيد ميلاد رزان، الكو تاعها القرمشه خرافي كامل، علقوا عليها بنينه بزاف بزاف. مع اني انا يعني مانيش من عشاق الشيكولا، لكن الكو كان مميز. ثم هذه يعني نتمنى لها التوفيق من كل القلب، من اعماق اعماق قلبي راح نبقى ندعمها حتى النهار ان شاء الله توصل وين راهي حابه. بوكس وتزعزع شويه من الطريق، مي صافا دوك نعدلو بيان ونصوروه. بوكس حاولت ننظم شويه الحوايج اللي تحركوا من بلايصهم. هي مختصه في الشيكولا بكل انواعها، تحب تتفنن في الشيكولا المحشيه وافكارها. يعني شوف اللي يمد المول لبنتها لعروستها حابه تخدم بوكس مميز، ما تخدمش من قبل اشكال شيكولا جديده، راح تلقاها غير عند الماس للحلويات. ابار لي بوكس تاع الشوكولا ثاني تخدم تحليات كما هذا البوكس تقريبا، راه البوكس خاص بالمولد النبوي الشريف. المولد النبوي سواء اي مناسبه تقدر تواصل معاه كما هنا هذا مقرض المقله. هذه الشيكولا شوفوا حتى الشيكولا هاي مديره فيها المولد النبوي الشريف هكذا. كاينه هاي الانواع هذه ثاني ديكور كيما تحبوا، تمر محشي بكل الانواع وتخدموا. هنا ها هو البسيسه والطمينه والمشلوش، الحوايج تاع التقليديه اللي نديروهم في المولد يعني في الصحراء، هذو الاساس، هذو الحوايج التقليديه. هذو الشيكولات بالاذواق كامل، هذو تحلياتها شوف تحليه مش نشتي تحليه سيترون، هذه بنينه بالميرينغ تجي تهبل. هذه تاع لوتيس، هذه شوكولاتة اوريو. المهم انا دايرت لكم تشكيله بما معناه، هي حبت تفهمكم بلي تخدم كلش. شوفوا ثاني هذو معسلات، انواع تاع صامصه وتاع معسلات، دوك نفتحوهم. المشكل انه انا يعني مانيش من عشاق الحلويات بزاف، كراني ذوقتهم او كل امامكم، لكن المره هذه راح نذوق امامكم لاني ديما نذوق ورا الفيديو ونقول لكم غير ذوقت قدامهم خير باش نقول لهم رايي الحقيقي، لانه صح صح الشيكولا تاعها مميزه، ما ذقتها في حتى بلاصه. ما تخدم لكم هكذا كوفري هكذا، هذو لي بوكس ثاني راهي تخدمهم هي، هذو تاع السيار تاع بكري التقليديين بالحلفه، هذو راهم ولاو توندونس، راهم ولاو ليهم بقوه يعني. شوفوا الانواع تاع الشيكولا هذه كيفاش نديرتهم، شكل ورده شكل قلب، شوفوا هذه فروج تغليف يعني ولومبالاج كيما تحبوا. شوفوا هذا يعني ما شاء الله حاجه وطب عليها الكلام. بقى نفتحوا الورقه ان شاء الله تكون كتبت لنا كل الشرح، لانه المره فاتت كانت بعثت لي بوكس عندها اشهر قلت لها ما شرحتيناش يا الماس، بخلتي روحك وانتي خدمتك مليح. شوفوا الماس واش كتبت لنا وكيفاش عرفت بروحها. قلت لكم السلام عليكم. وعليكم السلام، انا مختصه في صنع كل حلويات للافراح وصنع الشيكولا بالاذواق، صنع الدقله المحشيه، المقروط، الصامصه، القطايف، المشلوش، الرفيس قسنطيني، الحلقومه، المعسلات بصفه عامه، انواع الديسير، كل التحليات، مملحات، الديكور تاع لافيرين، كؤوس مشروبات. سما اللي تخدم قرارات فقط تعجي وتحب هي الديكور لها، راهي الديكور لكم ثاني. طي المناديل للافراح، سما طراشن بكل انواعهم، صنع كل ما يخص مناسبه الربيع، المولد النبوي الشريف، واعياد الميلاد والاعراس والخطوبه والنجاحات. الماس للحلويات، هذا رقم الهاتف تاعها 06 76 38 71 75. شوفوا الله يبارك، راهي فاش نقولوا عندها بزاف الحرف، هاي مختصه في هذو كامل بالتوفيق. عندها لمسه خاصه جدا، انا عجبتني يعني الماس لانه متميزه. شوف هنا ثاني نفتحوا نشوفوا الدقله هذه محشيه، طبعا نفتحوا العلبه هذه كل نعطيكم يعني، راهي حبة تعرف وحبة تنجح حبة توصل، لانه قلت لك راني تعبت في المجال هذا ومن عاشقات المجال هذا، حسب يعني ما حكيت لي انه تعبت بزاف في المشروع هذا وحبة توصل به يعني، حبة توصل بابداعها، حبة تطور في الشيكولا، حبة تطور في الديكور، حبة تدير حوايج يعني بزاف افكار. ان شاء الله بالتوفيق ليها وكل وحده تسعى انه تخدم بالحلال. نذكركم انه فيسبوكها الماس للحلويات، راح نخلي لكم في صندوق الوصف. نتمنى لشتا ماكمش حين تكومونديو عليها تدخلوا وتدعموها وتابوني وعندها تحاولوا هكا طلعوا لها شويه المورال، دعموها كفكره مشروع جديد ربي يوفقها ان شاء الله، وان شاء الله توصل كيما اللي وصلوا كامل عليه ليله، مادام تخدم بالحلال وخدمه مليحه ونظيفه ومتقنه باذن الله توصل. الدقله المحشيه اللي يحبوا يخدموا هكذا، الدقله هنا درتها لكم بعده تقديمات، شوف عدة اشكال، سما شغل يتبريزونتي في خدمتها. كاين تاني اشكال هكذا، كاين اشكال بزاف بزاف بزاف. دوك انا وجه عن واش راح نخلي، مانيش عارفه الاذواق راهي بزاف بزاف بزاف، لكن انا وعدتها انه راح نذوقلها لانه قلت لها ما نشتيش الحلويات، لكن وعدتها اني نذوق. شوفوا راح نذوق مباشره معكم، شوفوا الذوب في الفم، كي الشيكولا كي الدقله كي الحشو. يعطيك الصحة المصب.
روعه روعه يعني. هادو معسلات الصلصه نفتحوهم ثاني كيف كيف. بالتوفيق المصال مادامك راكي تخدمي بالحلال وحابه توصلي وراكي تتعبي وراكي تجري هنا ولي باش تطوري خدمتك ان شاء الله توصلي. شوفوا لي سيجار ثاني معسلين تسحقوهم في سهراتكم في مناسباتكم في رمضان في الربيع في المولد. الناس تحب تكوموندي هادو اللي حابه تكوموندي عليها رقم الهاتف تاعها راني ذكرت لكم نعاود نذكروا 06 76 38 71 75. يعطيك الصحه المصاب بالتوفيق حبيبتي ربي يوفقك ان شاء الله. شوفوا الريحه تاع التحليات راهي في البوكس ما تيماجينيوش مع الطمينه والبسيسه ذوق يعني باينه بلي الحاله راهي خرافيه. بصح المشكل كون انا نذوق منهم هذو اكل شوي 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 راحت لاطاي وراح الريجيم. يعني انا مانيش مدايه ريجيم لكن من الناس اللي ما نحبش نسمع ثم طاي كارونت هذه ما نحبش نبعد عليها نحب نمشي ريقلو في لاطاي. لكن راح نذوق يعني راح نزيد نذوق حاجه ولا زوج بيسك سخفت وما نكثرش. انا من الناس اللي شويه نقدر ندير الفران يعني كي نشوف الحلاوه نقدر نحكم في روحي. شوف لايبرك الروائح تاع الشيكولا ما تيماجينيوش يعني نتمنى كنت تقدروا تشموا معايا. شوفوا البنات التحليه تاع الماسه تهبل بنينه ما تيماجينيوش ذوق السيترون مع الميرينغ روعه روعه. يعطيك الصحه حبيبتي. شافوني ذوق التمره وذوق التحليه واش نزيدك اني ذوقت منهم بصح بنان يعني بنان وبنان. هنا قبل ما يخلص الفيديو حبيت نحط لكم زوج مقاطع نسيتهم من الفيديو السابق تاع عيد ميلاد رزان. هو ما نعدت لكمش التحليه تاع كاطو ام عليا غير تقول لك ما عجبتهاش لا كوموندي تاع عليا ما حطيتهاش. المقطع هذا نسيت ما حطيتوش في الفيديو السابق حبيت نحطو لها اليوم. بنقولها اللي يعطيك الصحه التحليه كانت في القمه كاطو ام عليا فيسبوك هكا بالفرنسي. ايضا لاطار تاع ونسام ثاني كانت قويه. لاطار البنات اللي نذوق فيها في اليوم الثاني انا ما كليتهاش يعني البارح في الحفله تاع ونسام تاع لميس بوكازولا اللي فاتحه في لابريش. شوفوا بنتها مش نورمال خرافيه مانيش فاهمه واش راهي حاطه فيها هنا نعيت النم باش نفهم انورمال بنو عليها الكلام. هذه اللي يقول لك تارت تحمر لو تشوفوها فيها واحد ليغو ابار الجوز والحوايج اللي عرفتهم مبينين بصح كاين واحد الكو هكذا اريرغو جايك شغل شتو الكرز شتو واحد الانواع هكذا فيه واحد الحموضه هكذا بنين زب 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 الحموره هذه. واني سامعني بديت نكتشف في سر المهنه الحاجه الحمراء هذه وشني 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 بنينه 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 بنينه. يعطيك الصحه ثاني بقات اخر قطع لقيتها نصور لكم فيها باش تشوفوا الميرينغ بنتو خرافيه بذوق الليمون. واني سام بقزول الميرينغ تاعها وحده يعني بنته وحدها. وانا نعرف لا روسيت لانه كانت دارتها لنا قبل عامين عطاتها لنا بونيس كي دارت لنا دوره كيك ديزاين تما اللي حضرنا عندها دوره كيك ديزاين عطاتنا لا روسيت الاصليه تاع الميرينغ باش يجي هكذا حكم روحو ويجي بنين ويجي بريزونطابل تقدموه هكذا في السيت في المناسبات ولا هذيك هي الشيكولا تاع لاصارت كيسو. المهم قلت لكم هذه اخر قطعه قلت فقط نصورها لكم دوكا واش نحوس حاس نعطيكم الوصفه هذيكم لكن نستناو بنطلبوا الوصفه من عند ونسام بوكازولا تخليها لنا للنشر. اذا قبلت كاش نهار راح نديروا مقطع فيديو من عندها في داخل الباتيسي تعلمنا كيفاش انا نعرف يعني قلت لكم الوصفه صم عليكم فقط هذا طالب اني نتوسط لكم برك ليها باش تطلقوا لنا الوصفه بيبليكي وصفه عاديه لكن هي عندها ديزاس تاعها خاصه باش تخرج حكمه روحها هكذا ويفسه ويخم لكم الشكل وبنينه بنينه بنينه بنينه. يعطيك الصحه ونسام اكيد راكي تفرجي في لا فيديو سماك شغل راني حرجتك على المباشر. هيا وقتها تحطي لنا لا روسيت تاع الميرينغ هذه.